وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أربعة من أعمامه. كفلوا أبو طالب ده لأنه أعمامه في الوقت ده كانوا أربعة، واحد من اثنين منهم مسلمين أسلموا اثنين، واثنين كفار. أما المسلمان فحمزة والعباس، وحمزة ده هو عمه وأخوه، وأخوه من جهتين كمان، أخوه من الرضاعة من جهتين، رضع معاه في حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ورضع معه في ثويبة مولاة أبي لهب. الاثنين ده رضع معه فيه، أخوه من الجهة دي ومن الجهة دي، وحنجي ليه إرضاعه إن شاء الله بالتفصيل. طيب، فحمزة والعباس ديل أعمام مسلمين، وأعمام الكفار اثنين أدركهم، في واحدين تانين ما أدركهم ماتوا. الكفار اللي هم منو؟ أبو طالب وأبو جهل ولا أبو لهب؟ أبو لهب، أبو لهب. يعني قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال ومن الموافقات إن المسلمين المسلمين منهما أسماؤهم إسلامية، والمشركين منهما معبدين لغير الله. أبو طالب اسمه عبد مناف، عبد لغير الله، ها؟ وأبو لهب اسمه عبد شمس، برضو عبد لغير الله، وذلك حمزة والعباس. طيب، الكفل منهم أبو طالب، أبو طالب هو الكفل، كويس. وسبحان الله، كفالة أبي طالب دي كانت فيه حكمة عجيبة خلاص، ونحن حنجي لدراستها إن شاء الله بالتفصيل. أبو طالب مع أنه مشرك، لكن كانت بتأخذ المحنة للنبي صلى الله عليه وسلم شديد، وكان يفخر به أمام قريش، حتى قال لهم إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أنساب عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وصميمها. كان بيفخر به فخر شديد، عشان كده يعني ده نفع في جانب، لكن في جانب تاني ما بينفع فيه، نفع في جانب أنه يخفف عنه لحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، خفف عنه العذاب. ما زي أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لكن أبو طالب يخفف عنه، لكن ما أغنى عنه لأنه مات مشرك، والمات مشرك ده تاني ما بيتعالج، ومن جهنم ما بيطلع، وفي ناس هسه بيشركن ولخبطتن، يقول لك يا مولانا والله نحن بعدين. واحد مرة بيكلم فيني، هو جاي الشغلة كله سكر وعربدة وشرك وكله كله بسويه، ماشي من فكي لفكي، ومن وداعية لوداعية، ها، ومن قبر لقبر، ولخبط الشغلة كلها. قال لي والله انتوا ماشيين الجامع ديل الله تعبانين ساي، نحن قال لي والله بس تقوم الغيامة نجي يا ابو فاطنة، يا ابو فاطنة. قال لي يسوقنا يدخلنا الجنة، تعبانين في شنو؟ قلت له انت قايل الشغلة كده ساي زي ذا. قال لي جيناك يا كابل همل، لا دين يا لا دين لا عمل، ده هسه جاي كيف جاي يسوي شنو ذاته؟ ها؟ في ناس شغلتهم جايطة شديد. شوف مع ده، ها؟ كان بيدافع عنه دفاع ما عادي، بل بيتحتحت كده، بيعترف بنبوته اعتراف كامل،
قال ألا أبلغا عني على ذات بيننا لؤيا وخصام لؤي بني كعب ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خيرا ممن خصه الله بالحب أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب ولا تقطعوا ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا من بعد المحبة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب اعتراف كامل بالنبوة لكن بلسانه ده ما قاله ما قال لا إله إلا الله وتاني والله ما ينفع أي شيء شوف عشان كده التوحيد ده تنجضه ما في ذول يجي يغش يقول لك لا لا يا مولانا ما احنا خلاص فهمناه فهمنا خلاص كفانا لا 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 عمل حسابك بيضيعك ما في توحيد أي شيء بضيع ألا السيدة عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام سألت النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد رجل خير اسمه عبد الله ابن جدعان رجل خير ده بيكسي الناس الحلل بالميات ويكسو الكعبة ويطعم الحجيج قالت له هل ينفعه ذلك يا رسول الله ده ما بينفعه قال لا 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 ينفعه ذلك سمعت بحاتم الطائي في أكرم منه حاتم الطائي ده قالوا الناقة حقته الناقة خليك منه الناقة حقته قالوا لما تجي النوق تشرب ناقة حاتم الطائي بتجيب بعيد لما النياقة الثانية تشرب حين انت تشرب هي ده كمل كله كله جاء ولد اسمه عدي ابن حاتم الطائي مسلم صحابي جليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أبي كان يكسو الحلل ويطعم الطعام ويفعل هل ينفعه ذلك قال لا كله كلام يكتبوا له التاريخ بس الناس يحجوم وحاتم الطائي والكرم انتهى توحيد ما في ما في أي حاجة يمشي قدام الله ما عنده ولا حسنة يا ناس الشغلة دي صعبة والله ولا حسنة ها لا ناكته كانت بتجيب برا ولا حماره بتجيب برا ما في حاجة الشغلة دي صعبة عشان كده قدر ما تلقى التوحيد ده اسمعه ممكن يذكرك بحاجة انت واقع فيها قدر ما تلقى كتاب في التوحيد اقراه قدر ما تلقى زول بيضمن في التوحيد اسمع ليه والله ينبهك على حاجة فايتة عليك ينبهك على حاجة فايتة عليك يا أخي إذا كان خلي بالك ما إذا كان موسى عليه السلام موسى عليه السلام في كلام تاني نبي ولا ما نبي من أولي العزم الخمسة من الرسل قال يا ربي علمني دعاء أن أدعوك به يلا ده لي دعاء أدعوك به ربنا قال له يا موسى قل لا إله إلا الله توحيد قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا دار له حاجة شنو أحسن منا دار له حاجة أرفع منا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة خدتهم في كفة ميزان بيجاي ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض تقول يغشك ذول يقول لك يا أخي لا التوحيد الإمام أحمد قال وأثقل حسنة في الميزان حسنة التوحيد تقال الحسنات دي سوا بعدين كلها قال سوا أسا لو جيت أنت خفي الدنيا دي ها لو بتبيع في 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 السوق بتاع الهناية هل الميزان لما تاخد فيه كيس بتاع جردقة وكيس بتاع كزبرة واحد كيس الكزبرة ده قدر ما تملاه ما بيلحق الجردقة اللي هناك دي ديك تقيلة ها التوحيد ده تقيل بينزل في الميزان ده بينزل اي حاجة تاني بغادي بيطيش طوالي ينزل هو ويطير اي حاجة بغادي فده نجده تمام وما تجامل فيه والدنيا دي فيها شنو؟ تا
تقول له والله لكن احنا مما قمنا لقينا ابواتنا بيمشوا لابويا الشيخ اللي هناك ذاك وبيمشوا للقبه وبيزوروا فيها. هو يا زول الشغله دي ما في ابواتنا. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. ذلك ما قالوا كذي؟ قالوا والله بس لقينا ابواتنا دين وماشيين عليهم. هو ابو طالب ده ضرشنا غير ابواته. ها؟ ضرشنا غير ابواته. قال لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل. ما كذاب عندنا. قال فوالله لولا ان اجيء بسبه تجر على اشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه. على كل حاله من الدهر جدا غير قول التهازل. كويس. قال لهم فلولا الملامة، خايف يلومون الناس، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال لي لو ما خايف إن الناس يعيبوني أكان اتبعتك. عشان كذي ما تعاين للناس، نجد توحيدك. والله يوم القيامة جيت بتوحيد أمورك كلها واضحة، ما عندك مشكلة. شمت لك الشغلانه وتخريبها.